Le ramadan, alhamdulillah, il se passe très bien, alhamdulillah, pour le moment. Comme vous voyez, pour le moment, avec la crise Covid, c'est pas évident pour tout le monde, pour les Bruxellois, les habitants de Belgique. Et alhamdulillah, on essaie d'avancer, malgré la crise. السلام عليكم. عواشر مبروكة. الجالية المغربية المقيمة ببلجيكا والمغاربة كاملين داخل الوطن وخارج الوطن. الأجواء في رمضان هنايا أجواء مغربية 100%. أجواء من أي حاجة كتكون واجدة في المغرب. بالنسبة لنا احنا كناس مهاجرين اللي عندهم الوراق ولا اللي ما عندهمش ولا اللي عايشين هنا، يعني الأجواء هنا في رمضان شي حاجة طوب، كنرتاحوا فيها. كيجيو الناس بالعكس من كيجيو من هولندا، كيجيو من فرنسا باش يدوزوا هنا رمضان. الدراري اللي كنعرف انايا كيجيو من بزاف ديال المناطق من هنا من اوروبا باش يجيو يدوزوا معنا رمضان هنايا، حيت الاجواء هنا في رمضان في بروكسل صراحه اجواء ما كتحسش برمضان، ما كتحسش بانك راك في الغربه زعما بعيد على العائله ولا. كل شيء موجود، الخير، كل شيء، الناس الحمد لله كل شيء بخير صراحه. العائلة ديالي كنسلم على الوالدة ديالي ونسلم على الوالد ديالي ونسلم على الناس ديال دمنات كاملين ونسلم على الناس ديال المغرب كاملين، وكنقول لهم عواشركم مبروكة وما تديوهاش على الخراس.